أكدت واشنطن وبكين أنهما أحرزتا تقدما بشأن استصدار قرار أممي جديد يفرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ ردا على اختبارها الأخير لصاروخ باليستي. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جي قوله: لقد بدا ضوء في آخر النفق فعلا، ونعمل في هذا الاتجاه، لكن لا يسعني القول كم من الوقت سيستغرق التوصل إلى اتفاق.